وأما هيرودس حاكم الجليل الروماني فكان قد ألقى يوحنا المعمدان في السجن لأنه أدان زواجه من امرأة أخيه. أخبرني، ومن باب مدينة نايين خرج موكب جنائزي وكان الميت ابنا وحيدا لأرملة، ولما رآها يسوع أشفق عليها فلمس النعش وقال: أيها الشاب لك أقول قم. فقام الشاب الميت ثم أعاده إلى أمه. اسأله: هل أنت المسيح الذي ننتظر قدومه أم ننتظر شخصا آخر؟ يا معلم، يا معلم، يوحنا أرسلنا لنسألك: هل أنت المسيح المنتظر أم ننتظر قدوم غيرك؟ اذهبا واخبراه بما رأيتما. العمي يبصرون والعرج يمشون، وطوبى لمن لا يشك في أبداً.